النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله شرك، والأمانة ليست هي الله، فهو حلف بغير الله. فما يجوز الحلف بالأمانة ولا بالذمة ولا بالنعمة ولا برأس أمي أبوي ولا بدفنة أبوي ولا بالكعبة. كل هذه الأيمان هذه باطلة. وهذه التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله. مع أن الحلف بالله كذب، هذه من السبع الموبقات لمين الغموس، حلف بالله كذب، ومع هذا جعلها أهون وأقل من الحلف بغير الله، أنها شرك، والشرك أعظم من الكبيرة. فلا يجوز الحلف بالأمانة. نعم.